طيب طلاب اليوم راح نحكي عن السيستم موديلنج، يعني عن نمذجة النظم البرمجية، وراح نحكي بالتحديد عن البيهيفيرال موديل، يعني النماذج السلوكية. فإيش المقصود بالنماذج السلوكية؟ هي نماذج قادرة إنه أو تهدف إلى نمذجة السلوك الديناميكي للأنظمة. يعني ماذا نقصد بالسلوك الديناميكي؟ دائما الديناميك تعني الحركي، فالحركي في النظم هي التغير في البيانات، التغير هذا التغير أكيد مشمول بحالة التنفيذ، يعني ما بصير تغير إذا ما في برنامج عم يتنفذ. وبالتالي النظم السلوكية أو الموديلات السلوكية تهدف إلى تمثيل النظم البرمجية، السلوك الديناميكي الحركي للنظم البرمجية أثناء تنفيذ البرمجيات. يعني ما هو المطلوب إظهاره في هذه النماذج إذا كان الهدف هو النمذجي أثناء التنفيذ؟ تمام، فما هو المطلوب إظهاره؟ خلينا نحاول يعني حتى نفهم الفكرة مليح، خلينا نسترجع معلوماتنا إنه ما الذي يحدث أثناء تنفيذ البرنامج، أي برنامج، كان برنامج صغير ولا برمجية كبيرة. تتم معالجة البيانات، أنا راح أقول لكم، ما راح أستناكم تعطوني الجواب، فيها معالجة للبيانات صح؟ وفي كتير أنظمة هاي المعالجة للبيانات بكون مقاضي بأحداث خارجية، يعني أحد أبسط هاي الأحداث الخارجية إنه ننتظر استجابة من المستخدم. مثلاً كتير بتنفذوا برامج صغيرة إنه بيطبع كذا وبيستنى استجابة من المستخدم، أدخل رقم كذا، بس يدخل الرقم ويكبس إنتر بقوم بيتنفذ كتلة من البرنامج. فهالتنفيذ هاد بنسميه تنفيذ مقاد بالأحداث، event driven. وممكن في برامج تاخذ البيانات كانبوت وبتقوم بتعالجها ولو على مراحل، يعني مرحله وراء مرحله، كل مرحله تنتج شكل مختلف من البيانات، يعني تقوم بتطبيق معالجه معينه على البيانات لتنتج شكل اخر من البيانات. ما هيك؟ في النهايه نحصل على خرج النظام البرمجي، نحصل على الاوتبوت. فهذول النوعين من الأنظمة، واحد منقول له مقاد بالبيانات Data Driven، وواحد منقول له مقاد بالأحداث Events Driven. هذول النوعين المختلفين من الأنظمة، يعني النوعين من الأنظمة لها سلوك مختلف، راح نستخدم مخططات مختلفة لتمثيل هذا السلوك. تمام، واضحة الفكرة؟ خلونا نبدأ بالداتا درايفن. مثل ما حكيت من شوي انه الداتا درايفن هي عبارة عن نظم تقوم بمعالجة البيانات، المعالجة تكون تسلسلية على مراحل، كل مرحلة تنتج بيانات أو شكل جديد من البيانات. ممكن تكون هاي المعالجة عبارة عن أفعال actions، يعني ممكن نحن نقول إنه نطبق سلسلة من الأفعال في المعالجة، بالنتيجة نحصل على الأوتبوت. مثال ذلك مثلا نظام فوترة الهاتف،
ممكن مين ممكن يحط لي تصور لنظام فوترة الهاتف؟ فوترة الهاتف يعني بده يحسب قديش كلفت المكالمة، ما هي كلفة المكالمة، كيف بدنا نحسبها؟ يعني شو هو تصورك أنت هلأ كمهندس لسير العمليات المعالجة، لسير عمليات المعالجة من أجل حساب كلفة مكالمة هاتف؟ مين ممكن يعطينا فكرة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. ممكن يكون مشغل مؤقت وحسب الزمن بنحسب المكالمة، فرضا على كل ثانية وليكن يعني نص كويس. طيب نشغل مؤقت، فكرة جيدة، ولكن مين راح يشغل المؤقت ومين راح يوقف المؤقت؟ أكيد في يعني دالة خاصة بالتوقيت بالجافا، في دالة بتحسب الوقت عند بداية البرنامج أو عند بداية الميثود وعند نهاية الميثود. أي ميثود؟ ونحن لا تنسى أنه نحن عم نحسب كلفة مكالمة. طيب بداية مو بدنا نمسك المكالمة، نعرف المكالمة بداية من أين بدنا نبدأ؟ تبدأ عما يصير بداية كلام فرضا. طيب خلينا ننظر للموضوع من وجهة نظر أخرى، أنه خلينا نفترض أنه المقسم الهاتفي أو الشركة أو النظام البرمجي اللي عم يتحكم أو عم بيأتمت المكالمات هو عم بيسجل المكالمات، يعني كل ما أنت حكيت مكالمة بيسجل مدتها، بيسجل مدتها، بيسجل مدتها. لما بدنا نجي نحسب الفاتورة شو بكون الداتا المتوفرة عنا؟ هي الأزمنة اللي أزمنت المكالمات، مدد المكالمات، صح؟ ايه تمام دكتور. هو انا فكرت انه على طيب هلا انت افترض، انت افترض الجوال إنه... تمام هلا ولو جوال معلش، بس يعني اغلب الانظمه هي بتحسب بهالطريقه انه ممكن ما يعطيك الكلفه مباشره. خلينا نحن نفترض عشان نوضح المثال انه الانبوت هو معلومات المكالمات اللي تم اجراءها مثلا من هذا الرقم اللي بدنا نحسب له الفاتوره، الأزمنة، تمام؟ بعد ما استلام الـ معلومات المكالمات، إيش الخطوة الأخرى الثانية؟ حساب الكلفة، يعني بنضرب كل مدة مكالمة بمعدل الأجر في الدقيقة أو في الثانية. إذا كان طريقة حساب المكالمة معقدة مثل ما كانت في ثيرياتيل او MTN فممكن يكون الدالي اكثر شوي معقدي، ولكن بالنتيجه هي عمليه حساب، يعني دالي بنكتبها باي لغه بتحسب لكل مده زمنيه بتحسب قديش الكلفه بالعمله بوحده العمله. اذا الخطوه الاولى استلام البيانات، الخطوه الثانيه حساب الكلفه، الخطوه الثالثه بعد ما حسبنا الكلف الكليه يعني كلف المكالمات والكلفة الكلية وضفنا عليها الضرائب وحسبنا القيمة النهائية للفاتورة، ايش العمل المطلوب انجازه بالحالة التالية؟ طباعة المعلومات. نعم، طباعة النتائج. طباعة النتائج. هلا هي عملية طباعة النتائج شو بدنا نسميها بنظام مثلا شركة هواتف؟ فاتورة، إصدار الفاتورة. خلينا نقول هي عملية إصدار الفاتورة، واللي هي إنه بتأخذ الجدول وبتطبعه، إما بتطبعه على ورق أو بتطبعه يعني بتخزنه إلى داتابيز بحيث إنه يكون في، أو بنستدعي دالي بتقوم بتوريد فاتورة إلكترونية وتبعتها للمستهلك بالإيميل. الفكرة وين؟ إنه نحن أشي الفكرة اللي بدنا نأخذها هون إنه الدخل هو بيانات، وثم تتم المعالجة مرحلة وراء مرحلة على هذه البيانات لنصل بالنتيجة إلى أوتبوت مطلوب. تمام؟ طيب هاي بإيش بتفيدنا العملية هاي؟
يعني لاحظ انه زميلكم احمد لما بلش يحط تصوره للموضوع مباشرة صار يربط هذا الكلام بالدوال اللي بدها تنفذ له الاكشنز هاي الافعال هاي. تمام. ومن جهة اخرى بايش ممكن تفيدني؟ ممكن تفيدني بالريكويرمنت، يعني لما انا بدي يصير عندي تصور عن العمل بموديول معين او عمل متطلب معين، هذا التصور انا بثبته او بوضحه بمخطط. تمام. خلينا نشوف هلا مثال عن كيف انا بنمزج النظم المقادة بالبيانات. مثل ما حكينا هي عبارة عن مراحل معالجة، بين كل مرحلة ومرحلة يتم إنتاج نوع من أنواع أو شكل من أشكال البيانات حتى الوصول إلى الأوتبوت المطلوب. فهون نشوف في هذا الشكل نموذج لعمل مضخة أنسولين. نحن فاتنا في محاضراتنا أنه نحكي عن الحالات الدراسية اللي المستخدمة في المقرر وفي الكتاب. فإذا أنتوا فأحدهم حكينا عنها بالتفصيل ودرسنا المتطلبات إلها وهي نظام المنت كير، وفي حالة دراسية أخرى هي برنامج لقيادة مضخة أنسولين لمرضى السكر. فهلا هون بنشوف هذا المثال مخطط اسمه الاكتيفيتي موديل، يعني نموذج الانشطه. فعباره بنشوف انه هذا المخطط هو بيوصف عمليات المعالجه على شكل اكتيفيتيز، على شكل انشطه. وبيمثل الداتا البيانات بين هي الانشطه على شكل كائنات. الكائنات هي عبارة عن مخازن للبيانات مثل ما بنعرف الأوبجيكت. فبالمخطط المستطيل اللي مدور، المستطيل اللي زواياه مدورة، هو يعبر عن الأنشطة. فهاي الأنشطة لاحظ أحياناً بتكون على صيغة فعل أمر، يعني إنه هي أوردر عم ينعطى للنظام. مثلا get sensor value انه احصل على قيمه الحساس. هون compute sugar level احسب مستوى السكر. هون calculate insulin delivery يعني احسب كميه الانسولين المطلوب توريده او يعني اعطائها للمريض. هون كالكوليت بامب كوماندز، باعتبار انه المضخه هي مضخه مؤتمته فلازم يعني نحسب الامر اللي بده نعطيه للمضخه. مثلا تشغيل المضخه لمده 3 ثانيه، هاي تشغيل المضخه لمده 3 ثانيه بيعطي كميه انسولين مقدارها اكس اللي هي فرضا الكميه المطلوبه. بعدين كنترول بامب، يعني بدنا نتحكم بالمضخة لحتى تنفذ الأمر المطلوب. تشغيل المضخة لمدة 3 ثانية وتوقيفها هي عملية تحكم. فلاحظوا هدول الأنشطة كل واحد منهم متبوع بداتا بكتلة من البيانات على شكل أوبجكت ومسبوق بداتا، يعني الدخل للعملية كله داتا والخرج للعملية كله هو داتا. تمام. هلا اذا ردنا نوضح هذا المخطط اكثر، فينا نتصور انه عمليه التحكم بمستوى الانسولين لمريض السكر تتطلب اخذ عينه من الدم وقياس مستوى السكر فيها. طبعا اخذ العينه من الدم ممكن نحن نتخيل انه في عندنا سنسور مربوط للقسطره وعم يقدر يقيس بارامتر معين بالدم،
هل بارامتر معين هل قياس عم بيوردوا لمين؟ للحساس. فعملية العينة من الدم هون هي عبارة عن بيانات قراءة، وهون البيان الخارج الحساس، وهون الفعل هذا هو قراءة القيمة من الحساس. يعني عينة الدم يتم فيها قراءة بارامتر معين، الأوتبوت هو هالداتا اللي حصلنا عليها من الحساس. هلأ الداتا اللي حصلنا عليها من الحساس رح تمكننا من حساب مستوى السكر في الدم. فهون في عندي عملية لحساب مستوى السكر في الدم، الناتج تبعه هو مستوى السكر في الدم. طيب بناء على مستوى السكر في الدم لازم نحسب الأنسولين المطلوب إعطاؤه للمريض، يعني مقدار جرعة الأنسولين. فجرعة الأنسولين يتم حسابها على شكل أكتيفيتي، والناتج هو كمية الأنسولين المطلوبة. بعد ما قدرنا كمية الأنسولين المطلوبة بدنا نحسب الأوامر اللي لازم تعطى للمضخة. ما هو الأمر الذي يجب إعطاؤه للمضخة؟ هذا الأمر رح يتشكل هون. يتم إعطاء الأمر إلى المضخة، الناتج هو عملية ضخ الأنسولين إلى الدم. طبعاً إذا بتتذكروا هذا المثال درسناه نحن بحالة المتطلبات، بحالة دراسة المتطلبات، وكان أحد الحالات اللي درسناها إنه ندرس التغير الديناميكي. يعني ضمن مثلاً كالكوليت أنسولين ديليفري مثلاً، ممكن نتخيل دراسي أكثر تعقيداً أكثر تفصيلاً، إنه إذا كان مثلاً نأخذ بعين الاعتبار مستوى قراءة مستوى السكر في الدم السابقة والحالي، ومنشوف إذا كان المعدل السكر عم يزداد ولا عم يتناقص، وش قد معدل الزيادة أو التناقص، على أساسه منقدر إنه إيش قد لازم نعطي. يعني إذا السكر عالي وعم ينزل ما في حاجة نعطي جرعة تناسب المستوى العالي، نعطي جرعة بسيطة بحيث إنه عم ينزل فلازم يتقارب يستقر على مستوى معين وهكذا. في حدا له سؤال عن مخطط الاكتيفيتي واستخدامه؟ اذا مخطط الاكتيفيتي مقاد، هو يمثل نظام مقاد بالبيانات، هي اهم شيء. في حدا عنده سؤال؟ واضح دكتور. طيب بننتقل ل تمثيل طريقه اخرى لتمثيل حركه البيانات. تتذكروا هذا المخطط درسناه بمحاضرة ماضية، مين بتذكر اسم هذا المخطط؟ سيكونس ديوغرام. برافو برافو، سيكونس ديوغرام. إذن هذا مخطط التسلسل. نحن استخدمنا مخطط التسلسل لدراسة أو لنمزجة أو لعرض أو لتمثيل التفاعل في النظام، يعني كيف المستخدم عم بيرسل طلب معين أو عم بيرسل أمر معين أو عم بيحاول يؤدي مهمة معينة، بعدين عم بيصير في إرسال للبيانات أو الإشارات أو الأحداث ضمن السيستم، عم تنتقل من أوبجكت لأوبجكت، تمام؟ وكل ما تصل الانتقالات يعني إلى أوبجكت بحاجة إنه يعطي استجابة، هذا بيعطي رسالة راجعة. فكنا نمثل حركة البيانات من اليسار لليمين على شكل سهم مستمر، والاستجابات نمثلها بسهم مقطع من اليمين إلى اليسار، صح؟ هلا غالبا هي الاستجابات ما تحمل بيانات، طبعا غالبا وليس دائما عشان ما ندخل بهي التفاصيل. فاذا جينا نحن للمخطط وحذفنا منه الاستجابات وخلينا فقط الاشارات اللي عم تنتقل من اليسار لليمين، اللي وبالتالي هي عباره عن ايش؟ عن دوال او ميثود يتم استدعائها لاجراء
معالجي للبيانات. فإذا يمكن النتيجة يمكن استخدام مخطط التسلسل لتمثيل سلوكية الأنظمة المقادة بالبيانات. مثلا هون بالشكل عم نشوف كيف إنه ممكن نستخدم السيكونس موديل لحتى يعالج لنا طلب شراء مثلا. طبعا الفائدة الأهم من مخطط التسلسل مقارنة مع مخطط الأنشطة إنه بيمثل لنا الكائنات اللي هي متأثرة بالمعالجة. تمام؟ مثلا هون منشوف إنه الـ purchase officer هذا الأكتور أو اليوزر بيقوم بملء طلب شراء وإرساله. هو بهالنتيجة هاي رح يتشكل شيء اسمه order. تمام؟ فرح يتكون كائن من هذا الصنف order. بعدين بيتم التأكد من هذا الطلب انه هو طلب صحيح. عملية تحقق ذاتية. لاحظوا السهم انه بمكانه، يعني هو الاوبجكت نفسه يعني عم بتحقق، عم يقوم بعملية معالجة على نفسه، يعني ما عم يقوم بإرسال البيانات لكائن آخر، ضمن الكائن نفسه اللي اسمه order عم تتم عملية التحقق من الطلب. إذا كان تم التحقق من الطلب ف بيرسل للبادجت الكمية المطلوبة، يعني الكمية القيمة النقدية المطلوبة، وبعدين بيرسل أمر الحفظ لقاعدة البيانات، وبعدين قاعدة البيانات من قاعدة البيانات أو من كائن له علاقة بتخزين الطلبات هو بيرسل أمر الشراء إلى المورد. لاحظ إنه يعني لما نحن عم نحكي عن عم نوصف أو عم نحاول نقرأ هذا المخطط، فعم نضطر نقول إنه يعني إنه مثلا هون لما بعتنا للبادجت، لاحظ في فرق هون، هاي المسافة الزمنية، هذا زمن مضى. تمام؟ لاحظ انه البادجت هم فعال لفتره اطول لانه في رسائل استجابي اهملناها، هي ما بتهمنا، هي ليست نقل بيانات. لان طبعا اذا جينا نقارن مخطط الانشطه بنلاحظ انه هنيك عم بيكون في وصف اوضح للعملية للنشاط، بينما هون عم بيكون في تفصيل أكثر للكائنات أو الكلاسات اللي داخلي بالعملية، للدوال اللي عم بتنفذ هاي العملية. طبعاً أنا أين هو بدي أستخدم؟ مين أفضل؟ مين بقول لي هات لأشوف مين بيجاوبني؟ إنه الشكل الأول هذا الشكل بإيش مفيد أكثر، وهذا الشكل بإيش مفيد أكثر؟ يلا لشوف دكتور سيكونس ديجرام. عفوا دكتور، علي صوتك شوي. عم بيصل صوتي هيك؟ اي تفضل. السيكونس ديجرام بينفع اكثر من ناحيه اني مثلا تسميت اسماء الدوال بالضبط، يعني ايش الدوال البرمجيه بالضبط اللي بدي استخدمها. اما هذاك بتحدث بشكل عام عن المهمه اللي بدي اقوم فيها. اي بس يعني انت كمهندس برمجيات وين بفيدك هذا وين بفيدك هذا المخطط؟ يعني وين ممكن تستخدم هذا المخطط وين ممكن تستخدم هذا المخطط؟ مثل ما قلت للدكتور اني كتنفيذ برمجي بدي استخدم سيكونس ديجرام، اما كمخطط عام بشكل عام بستخدم الاكتيفيتي. مين بيوافق على كلام زميلكم؟ أو خلينا
نختصر الوقت، مين ما بيوافق على كلام زميلكم او مين حابب يعطي توضيح اكثر بالنسبه لزميلكم؟ ما في حدا؟ طيب الفكره اللي حكاها محمد نور هي صحيحه تماما، ولكن هي يعني فكرة عامة أكثر. فلما منقول إنه مخطط عام، دائما المخطط العام إنه بيكون في تفاصيل أقل، يعني هذا يهم الـ الناس اللي ما بتهتم بالتفاصيل، اللي بيهمها الشكل العام. وهذا بينطبق على مين؟ على الزبون. لما انت كمهندس برمجيات بدك تشرح بطريقه ما، يعني هدف ما، بدك تشرح هذا الموضوع للزبون، بدك انت الاسهل انه تفرجيه مخطط الانشطه وتقول له انه رح نصمم النظام بالشكل التالي، عندنا هاي البيانات نطبق عليها هاي العمليه، بتنتج عندنا بيانات بهذا الشكل بنطبق عليها هاي العمليه، وهكذا بهذا التسلسل. تمام؟ اما اذا كنت انت بدك تمارس مهنه الهندسه بشكل سليم، فانت بدك تقعد تشرح او تصمم او تنقل التفاصيل للي من المختصين اللي هن الاركيتكت والديزاينر والبروجرامر، فالمفروض يعني انه بناسبهم اكثر انه تشرح لهم التسلسل العمليات والأنشطة باستخدام مخطط التسلسل. تمام؟ طيب دكتور، الاثنين متسلسلات، يعني ايش فرقوا؟ اها، هلا ايش فرق حكى محمد نور كثير وعيدنا الكلام مرتين ثلاثه مشان ترجع تقول لي ايش الفرق. لا فهمت الفرق، بس انه تقول انت التسلسل اثنين فيهم تسلسل. إيه بس هداك اسمه مخطط الأنشطة، هذا اسمه مخطط التسلسل، اثنين فيهم تسلسل. بس حاول تميز بين الاسم المخطط كمخطط التسلسل وبين إنه تسلسل العمليات الموجودة في المخطط. تمام ماشي. طيب هلأ بننتقل للشكل الآخر للأنظمة، بعد ما حكينا عن الأنظمة المقادة بالبيانات ونمزجة سلوكها، رح نحكي عن الأنظمة المقادة بالأحداث. أول شيء بدنا نشوف شو بتختلف هاي الأنظمة عن الأنظمة المقادة بالبيانات، وبعدين نشوف شلون ممكن نحن نمزج سلوكها. تمام؟ طيب رح نشوف مثال، خلينا نعتبر مثال، ممكن ناخذ مثال يعني نظام تحكم، ممكن نشوف نظام تحكم بدرجة حرارة لفرن مثلا، أو نظام تحكم بالمصعد. أنا بذكر بالدبلوم كنت اشتغلت مشروع تخرج تحكم بمصعد، وطبقت عليه وكان التصميم باستخدام الموديلات اللي راح نشوفها هلا بهي بالايفنت درايفنج. فهدول الانظمه انظمه مقاده بالحدث. ليش مقاده بالحدث؟ لانه هي في ممكن انه يدخل فيها الزمن، بس الزمن بيدخل فيها كحدث. الموضوع لا يتعلق بالبيانات المعالجه بقدر ما يتعلق بمحفز يتم تطبيقه كدخل على السيستم. كيف؟ عمل النظام يتم تمثيله بحالات. تمام؟ فعمل النظام يتم تمثيله بحالات، ويتم الانتقال من حالة إلى أخرى بناء على ورود حدث ما إلى السيستم، إلى النظام.
هذا الحدث ممكن يكون داخلي وممكن يكون خارجي. طبعا في الأنظمة العملية عدد الأحداث هو عدد محدود، يعني ما فينا نتخيل عدد لا نهائي من الأحداث، يعني ما فينا نتخيل حدث ما بنعرفه أول مرة بنسمع فيه يظهر ويتطبق على السيستم ونعالج نحن الأداء السيستم بناء على هذا الحدث، ما في هيك شيء. فإذا تصميمك للنظام بده يتطلب منك إعداد جدول تحط فيه الحالات الممكنة للنظام والأحداث الممكن تطبيقها على هذا النظام. هاي الأحداث ممكن تكونها داخلية مثل مؤقت يتم تشغيله داخل المعالج مثلا او دارة التحكم مثل اذا كان في PLC او شيء، وممكن يكون خارجية عبارة عن اشارات تأتي من حساسات. هالاشارات هاي الاحداث هي عادة بتكون محفز stimuli بالانجليزي بنسميها. النقطة الأساسية انه الانتقال من حالة الى اخرى يتم وفق محفز، وفق حدث. ورود حدث ما سيؤدي بانتقال النظام او من حالة الى اخرى، مع امكانية انه ورود حدث ما يؤدي الى بقائه في نفس الحالة. نقطة مهمة لازم نقولها انه اغلب الانظمة المقادة بالحدث هي بتكون real time systems، يعني عبارة عن انظمة مطلوب منها اداء سريع. يتم استخدام مخطط من الـ UML يسمى مخطط الحالي او مخطط آلة الحالي، نسميه State Machine Diagram أو State Machine Model. الحالات يتم تمثيلها كعقد ضمن مربعات مدورة الزوايا، والأحداث عبارة عن أسهم من تنطلق من حالة وتصل إلى حالة. خلينا نشوف هذا المثال عشان ما نضل يعني نقدر نربط الشرح بالشكل. فهذا المثال هو عبارة عن مخطط الحالي لبرنامج فرن مايكروويف. لاحظوا الحالات هي عبارة عن مستطيلات مدورة الزوايا، هاي كلها عبارة عن حالات النظام المتوقع، يعني نصمم النظام ليكون بهذه الحالات. فمثلا لو افترضت أنا هذا هو النظام، نظام تشغيل فرن مايكروويف، فهذول الحالات اللي موجودة، فهذول هن الحالات اللي ممكن يكون فيها النظام. لا يمكن أن يكون النظام بحالة جديدة ما معروفة، يجب أن يكون في كل لحظة في إحدى هذه الحالات. و ينتقل من حالة إلى أخرى وفق ورود حدث معين. ممكن أن نضيف أنه بشكل مشابه، لاحظ هون، بشكل مشابه للمخطط اللي درسناه الأسبوع الماضي، اللي بيحكي عن البداية والنهاية، مثلنا فيه البداية بدائرة مملوءة ومثلنا النهاية بدائرة مملوءة محاطة بدائرة أو تقع ضمن دائرة أخرى. فإذا هدول اللي باللون لونتهم أنا باللون الأحمر هن الحالات اللي بيعبروا عن البداية والنهاية، والمستطيلات المدورة الزوايا تعبر عن الحالات الفيزيائية اللي ممكن يكون النظام بأحدها، حتما بأحدها. ولاحظ انه
كل حالي يعني كل مستطيل عم بيحوي جزئين من المعلومة، معلومة مكتوبة على شكل في قسمين مختلفين. بالأعلى في عندي اسم الحالي، بالأعلى في عندي اسم الحالي، مثلا هاي الحالي اسمها فول باور وهي الحالي اسمها هاف باور. وتحت في الجزء السفلي ممكن نحط وصف مختصر للفعل المطلوب اتخاذه لما بيكونوا السيستم بهي الحالة، مسبوق بعبارة دو نقطتين فوق بعضهم، يعني ما هو الأكشن المرتبط بهي الحالة. مثلاً منلاحظ هون لو جينا لهذا الشكل هون انه حالة البداية هي حالة الانتظار waiting، الحالة المغموسي الدائرة المغموسي هي حالة بداية التشغيل، مجرد انه اشتغل النظام ينتقل مباشرة للحالة waiting حالة الانتظار. وفي فعل راح يقوم بتنفيذه هي display time إظهار الوقت. بعدين حسب نمط عمل الفرن ممكن نختار نظام عمل